السلام عليكم، ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ الفيديو ده مش معمول حسابه خالص، وفيديو يعتبر عاجل وتحذير لكل اصحاب القنوات. تمت سرقه قناه ابن سوريا، وعناوين تانية تم حذف قناه ابن سوريا. قناه ابن سوريا دي قناه جيمنج، قناه 7 مليون مشترك. تخيل الرقم، 7 مليون مشترك، بقى لها سنين طويله على اليوتيوب. فانا علشان اتحقق من الامر واحذركم برضو من اللي ممكن يكون حصل لقناه ابن سوريا علشان ما نقعش كلنا في الخطأ ده، انا دخلت على الاكونت الشخصي للبيج بتاع الفيسبوك لابن سوريا، داخل على 4 مليون اهو. ده كده الحساب الشخصي بتاع ابن سوريا، تمام؟ حتى هو لسه نشر عليه امبارح. طيب هندخل على قسم حوله، انا عايز ندخل القناه من الرابط اللي هو حاطه في الصفحه عشان نتاكد هل هي فعلا اتحذفت ولا لا. هندخل كده على الرابط، هنلاقي اهو تم اغلاق هذا الحساب بسبب انتهاك ارشادات المنتدى في اليوتيوب. ولو دخلت برضو عملنا بحث عن ابن سوريا او قناة ابن سوريا، مش هيطلع لك اي فيديو من فيديوهاته على اليوتيوب او القناة. طيب الموضوع ده ايه الاحتمالات الواردة فيه؟ هو هنا بيقول لك تم اغلاق الحساب بسبب ارشادات المنتدى. انا واحد من الناس لسه واخد تحذير ارشادات المنتدى من حوالي شهر، واتكلمت عليه في فيديو هسيبه لكم في الوصف. ارشادات المنتدى ده ان هو عمل مخالفات جسيمة خلت اليوتيوب يحذف قناته بشكل نهائي من منصة اليوتيوب. هو قدامه ان هو يعمل اعادة نظر، طلب اعادة نظر، لو هو مظلوم القناة بتاعته هترجع. الاحتمال التاني ان القناة بتاعته تكون اتسرقت، وده بنسبة 70-80%. وانا ببحث في الموضوع لقيت برضو احد الاشخاص نشر فيديو بيقول انا جالي اشعار، فلما فتحت الاشعار ده من قناة ابن سوريا فتحت لقيت بس للعملات الرقمية على القناة، واسم القناة متغير، اهي قناة 7 مليون ومفتوح بس للعملات الرقمية. في عصابات بتسرق القنوات وبتعمل بقى بس العملات الرقمية وحاجات زي كده، وبتعمل ممكن حاجات مخالفة لإرشادات منتدى اليوتيوب، فاليوتيوب بيقفل القناة، أو يكون ابن سوريا نفسه بلغ اليوتيوب فاليوتيوب قفل القناة بشكل مؤقت لحين إثبات ابن سوريا امتلاكه للقناة ده. لو اتسرقت هترجع، يعني لو القناة اتسرقت هترجع. هترجع ازاي؟ هو هيتواصل مع اليوتيوب وهيثبت لهم ان هو صاحب القناة، وهيقدم لهم المعلومات الكافية اللي تثبت امتلاكه للقناة. في الحالة دي اليوتيوب بيعمل له ايميل تاني، او هو بيعمل ايميل تاني، اليوتيوب بينقل القناة عليه والفيديوهات بترجع. طيب ده في حالة سرقة القناة. طب القناة بتتسرق ازاي؟ بيبقى عن طريق التصايد الاحتيالي. ناس بتبعت له ايميلات، احنا شركة مش عارف بتاعت العاب، شركة برامج، عايزين نعمل تسويق للبرنامج ده، للرابط ده. ممكن يعمل نفسه جوجل ويبعت له ايميل، يجي يضغط على الرابط القناة تتسرق والجهاز يتهكر، وحصل مع اندرويد باشا ونادر احمد، وحصل مع ناس كتير جدا. واحنا في قناة علامة استفهام عاملين قائمة كاملة لتأمين القناة ضد السرقة، وازاي تكتشف الايميلات المزيفة والشركات المزيفة. فاحذر ان انت تدوس على اي رابط ما انتش واثق منه، والافضل ان انت يكون عندك جهاز او موبايل مخصص للرد على الايميلات او للدعاية والاعلان، ما يكونش عليه ايميل القناة. يعني يكون جهاز كده لوحده، ما يكونش عليه الايميل بتاع القناة، ايميل مخصص للتواصل. واحذر برضو لان اليوتيوب مفيش امان، حتى لو انت قناة 10 مليون ومتخصص في التقنية ومتخصص في الحاجات دي، ممكن وارد جدا ان يتم سرقة القناة. الغرض من الفيديو ده حاجتين، ان انا احذر حضراتكم من ارشادات المنتدى لو هي اتقفلت بسبب ارشادات المنتدى، فده معناه ان مفيش حد كبير في اليوتيوب، ولا تقول لي 10 مليون ولا 20 مليون. اعرف ايه هي ارشادات المنتدى. انا خدت تحذير واتكلمت عليه في فيديو، هسيبه لكم في التعليق المثبت، شوفه وتعلم من اخطاء غيرك. الحاجة التانية ان انت تحذر من التصيد الاحتيالي عشان ما يتمش سرقة قناتك ويضيع تعبك على الفاضي. في حاجات كتير جدا احنا اتكلمنا عليها في قائمة مخصوصة عن المواضيع دي، برضو هسيبها لكم في الوصف وهتظهر معاكم في شاشة النهاية. السلام عليكم.